بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية في قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. محاضرتنا لهذا اليوم عدد 6/4/2020 راح تكون لمادة تطبيقات الحاسوب ضمن موضوع الكنترول فلو. الكنترول فلو مثل ما تعرفون في كل اللغات البرمجية هو موجود، اللي هو عملية السيطرة على سريان تنفيذ البرنامج، يعني ممكن في جمل معينة تنفذ أكثر من مرة، وذلك من خلال استخدام دالة اللوب اللي هي الفور مثلا، يعني أو ممكن جمل معينة تنفذ لشرط محدد وجمل أخرى تنفذ لشرط محدد آخر. فهنا راح نستخدم دالة أو جملة الإف. فهنا ذن أيضا موجودات بلغة الماتلاب، الإف والفور والواير والسويتش اللي انتم ماخذين بلغة السي بلس بلس. أول وحدة من هذين اللي راح ناخذها إن شاء الله الإف، الإف ستيتمنت. الإف ستيتمنت تحقق الإف وتنفذ الجمل التي تلي جملة الإف إذا تحقق الشرط اللي موجود بها. يعني مثلا إذا قلت إف إكس أكبر من 10 سوي الجملة الفلانية والفلانية، فلازم إذا الإكس أكبر من 10 يتحقق، وإذا الإكس أقل من 10 راح ما يتحقق. الصيغة الثابتة مالتها هنا بالماتلاب عندنا هاي الصيغة الثابتة مالتها هاي. إذا كان الإكسبرشن واحد يعني الشرط الأول يتنفذ صح راح ينفذ هاي المجموعة إيرس إف، وإلا إذا الشرط الثاني راح ينفذ هذه المجموعة إيرس، الشرط الثالث راح ينفذ هذه المجموعة وإند. نجي على تفصيله. الإف لازم وياها إند، لازم نخلي وياها إند. هنا الإيرس إف والإيرس مو ضروريات، يعني عندك شرط واحد ممكن كل إف هذا الشرط صح تسوي لي هاي إند وانتهى، يعني مو شرط تستخدم الإيرس إف وياها والإيرس، يعني هذن اختياريات طبعا. وتكرار الإيرس إف اختياري، ممكن تستخدم فد 10 إيرس إف، 20، 15 ممكن يعني. نعم، خلي نروح للماتلاب ونطبق عليها بعض البرامج. هسه قبل ما نروح للبرامج هاي المكتوبة خلي نطبق شرط الإف وحده. خلي يقول إكس تساوي 9 إف إكس أكبر من 8 احرق لي إكس تساوي 9 أند. تشوف هنا ما استخدمت لا الإيرس ولا الإيرس إف. هنا قلت إذا الإكس تساوي 9 خليت إكس تساوي 9، إذا الإكس أكبر من 8، 9 أكبر من 8 فراح يطلع لك الجملة اللي وراها اللي هي هاي إكس تساوي 9 وانتهى وانتهى. هسه نروح على الأمثلة الثانية. هذا المثال هنا أنا استخدم إيرس إف وإيرس. هذا المثال هنا أنا راح يدخل قيمتين إكس وواي ويشوف يا قيمة الأكبر. هنا ما قلنا مثل من الساعة x تساوي 9، لا قلنا x تساوي input الى x، يعني شلون cn بلغة c++ عملية الادخال cn هنا تقابلها الـ input بالماتلاب، الـ y تساوي input enter the value of y، فدخل قيمة الـ y دخل قيمة الـ x، إذا الـ x أكبر من الـ y أعرض الـ x هي أكبر من الـ y. إيرس إف وإلا إذا الإكس أقل من الواي أعرض قيمة الإكس هي أقل من الواي. الشرط الثالث إيرس إف وإلا إذا الإكس تساوي الواي، طبعا هنا ليش خلينا يساوي مرتين؟ لأن هاي مو جملة تخصيص، يعني مو أريد أخصص القيمة 9 إلى الإكس مثل هنا إكس تساوي 9، لا هنا أريد أقول إكس تساوي الواي عملية المساواة، اكو مساواة بين الاكس والواي وليس عملية تخصيص قيمة الواي الى الاكس، فهنا عرض للاكس اند واي مو متساويين. ايرس والا الحالة الاخيرة اعرض ايرور، اعرض ايرور. من اجهز اريد انفذه ادوس ران، كل دخل قيمة الاكس دخلنا قيمة الاكس 8، دخل قيمة الواي الواي 5، طلع الاكس اكبر من الواي بالفعل 8 اكبر من 5، فهنا نفذ الشرط هذا
هذول الشروط رأسا نهملة وراح للإند، انهى كل شيء. زين، خلينا ننفذه من جديد. خلينا نقول الإكس تساوي 9 والواي 9. شوف هنا اثنين 9، راح لهذا إكس أكبر من الواي، لا 9 مو أكبر من 9، فما تنفذ. عبر هاي ما نفذها، ما عرضها. راح إكس أقل من الواي، لا أيضا عبرها. إكس تساوي الواي، نعم. إيش عرض؟ عرض x and y are equal، x وال y هما متساويين. عرض، وهذا الشرط همنا مال الإرر راح رأسا للإند. يعني هو بس ينفذ أي شرط من دور الشروط رأسا يعبر الباقيات ويروح للإند. زين، خلينا ناخذ مثال آخر طلاب. مثال ما بي ال إرس إف، يعني شلون لو أبيض لو أسود. إذا الشرط الفلاني تحقق، طبع الجملة الفلانية، سوي المعادلة الفلانية، وإلا سوي الجملة الفلانية الأخرى. يعني عندنا حالتين فقط مخير بيناتهم. هنا أنا مثال بسيط، خلينا نقول عندنا الراديا اللي هو القطر، قال دخل قيمة الراديا. أوكي، إذا الراديا أكبر من نص أعرض لي هو أكبر من 0.5 هرس، وإلا أعرض هو أقل من 0.5، هو أقل من 0.5. فهنا هذا من أجي أنفذه، دخل قيمة الراديا مثلا 7، 7 هي أكبر من 0.5، خلي ننفذه من جديد، دخل قيمة الراديا 0.2، 0.2 هي أقل من 0، فطبعا عندكم راديا لسردان 0.5. هاي الحالة خلي نروح شوية نطور الأمثلة أكثر، ناخذ مثال شوية أطول. هذا المثال هنا بي مقارنة بين ثلاث أرقام، أي و بي و سي. إذا الأي أكبر من البي و سي يطبع الأي، وإذا الأي أكبر البي أكبر من الأي و سي يطبع البي، وإذا السي أكبر راح يطبع السي. فهنا إذا أضاوع للشرط، الشرط راح يكون عندي مركب من جزئين، لازم الأي هم أكبر من البي وهم أكبر من السي، والبي لازم أكبر من الأي وأكبر من السي. زين، فلازم نبدأ. احنا قلنا احنا الأي تساوي إدخال قيمة الأي، البي تساوي إدخال قيمة البي، والسي تساوي إدخال قيمة السي. طبعا هاي هنا القيمة اللي راح ندخلها بتنفيذ هاي المعادلة راح تروح للأي. فمكان ما أقول أي تساوي 3، لا أخلي فلكسبلتي بالموضوع، مرونة، يعني ممكن يدخل 3، 4، 5، كيف كيف المستخدم. نعم، أجعل الشروط. إذا الأي أكبر من البي، and الأي أكبر من السي، يعني إذا الأي أكبر من البي والأي أكبر من السي. تعرفون بالand لازم الشرطين يتحققان، يعني لازم هذا الشرط صح هذا صح، يلا تنفذ هاي المعادلة. إذا هذا صح وهذا غلط ما تنفذ، أو هذا صح وهذا غلط ما تنفذ. يعني إذا هذا صح بس هذا غلط ما راح تتنفذ المعادلة، لازم اثنيناتهم صح. وراها إذا البي أكبر من الأي والبي أكبر من السي، لازم هم أكبر من الأي وهم أكبر من السي، راح يعرض لي البي أكبر من الاثنينات. الحالة الأخيرة اللي هي بعد ما تقبل، يعني إذا الأي مو أكبر من البي والبي مو أكبر من السي، فأكيد السي أكبر من عندهم اثنيناتهم، السي أكبر من عندهم اثنيناتهم. الحالة الأخيرة فهنا راح يعرض السي هي أكبر من عندهم اثنيناتهم. خلينا نجي ننفذه. قال دخل قيمة الأي 8، دخل قيمة البي 9، قيمة السي مثلا 4. فهنا البي هي أكبر من الأي والسي، هذا الشرط هي أكبر من البي، الأي 8 مو أكبر من 9، غلط. على الرغم الأي أكبر من السي، 8 أكبر من 4، بس ما تنفذ الشرط ليش؟ وجود علامة الأند. الأند لازم الشروط تحقق، حتى لو عندي بعد هنا أند وشرط وآند وشرط وآند وشرط، لازم كل السلسلة تتحقق يا الله
نفذ الجملة مالت الإف. زين، خلينا نجي ناخذ معادلة أخرى، قيم أخرى، الأي 8 9 يساوي 14. فهنا قال سي هي أكبر من عندهم، بالفعل 14 أكبر، لأنه هذا الشرط ما تحقق، الأي مو أكبر من البي 8 مو أكبر من التسعة، فرأسا راح يعبر عن وراء، البي أكبر من الأي، التسعة أكبر من الثمانية، صح؟ ما يروح يكمل الشرط، البي أكبر من السي، التسعة أكبر من الأربعة عشر، لا، فراح يهمل، فما بقى عنده غير الحالة الأخيرة اللي هي هاي، حالة إعادة أنه السي أكبر من الأي والبي. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح ناخذ أمثلة أخرى على الإف ستيتمنت، تكون أمثلة أطول من عدها وشلون نستخدمها في المجال حل المعادلات الهندسية اللي هي تحتاجوها أنتم في أغلب دروسكم. شكرا جزيلا طلاب، ونلتقي على الخير والمحبة.